تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية. معكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعنوان الحلقة. الأهلي يواجه استقلال طهران غدا، وفلادان يؤكد سأمنح البدلاء فرصتهم. الهلال يلتقي شباب أهلي دبي في آخر محطات دور المجموعات. كورونا يلغي مؤتمر رزفان، وإصابتان جديدتان في المعسكر الأزرق. هذا يعني من الحلقة. اسمحوا لي في البداية رحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو ماجد تويج أبو تركي. هلا وسهلا فيك. هلا والله موجود. والله يا علي يعني المزي أربكنا اليوم، تعالوا بدري مدري إيش من الساعة 8 ولا أدور عند الاستوديو يقول في زحمة. ما في زحمة، احتياط واجب. الاحتياط واجب، احنا ما نبغى حد يعني يسرع في الطريق، ولا نبغى حد يضايق. حرص بس لا اكثر ولا اقل. جزاكم الله خير، بعدين نشوفكم زياده يعني ابرك الساعات. عموما ما شاء الله عليه ابو عبد الله، ما شاء الله عليه والله يا هو مبدع ما شاء الله. ما يمدي ترقى بعدين. ما يمدي خلاص يذكرك قبل الحلقه بيوم ويوم الحلقه، ولا يخلي شاردة ولا واردة إلا هو وراها. عليان العنزي. ونعم والله بالجميع يعني. أيوة. من غير قصور. هذا أن يستحق البرنامج عليان. أن يستحق البرنامج. الله. ما نمشي بدون عليان. بين سويد هلا وسهلا فيك. يا هلا ويا رحمة فيك وفي الأخوة المشاهدين وفي العزيز ماجد. إن شاء الله نقدم حلقة حلوة إن شاء الله. أبو نتلي محمد عواد هلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أبو جود، تحياتي للجميع واشتقنا للجميع أيضا. أبو نايف اشتقنا لك أيضا من بعيد. مشتاق لك، يقول من بعيد ما شافك. وانت اكثر ابو نتلي، وانت اكثر حبيب قلبي. الجميله عندهم بينكم في المكتب عندي دائما بينهم نقاشات، لازم نصورها يوم هذه يا محمد انت وعبد العزيز، نقاشاتكم التنويريه الرياضيه الواعيه نقدمها للمشاهدين. هاي مشكله الي والو بتكون، فبلاش. ليس كل ما يقال يعلن، صح؟ صحيح. طيب الجولة عندي أنا، لا عندي أي شيء. إيه ماجد، إيه ممكن بطنك مو بجرب اللحد. لا بعد عاطف ماجد عاطف مصحية عيال كبرت. أنا أي شيء عندي يعلم على طول. بقول لك عليها بعد شوي، بعلمك عليها بعد شوي. الجولة الآسيوية تعود بكرة وسط يعني أنباء يعني بصراحة غير واضحة ما يخص الهلال. الهلال يعني للأمانة يعاني من أسبوع من حالة، يعني تعرف ترى كثير صعب إنك أنت تصبح على شيء ما تعرفش تمسي عليه، وتمسي على شيء ما تعرفش تصبح عليه. يعني لا أنت عارف، أنت بتنزل بكرة معاك المدرب، والمدرب مو بعارف من اللعيبة اللي معاه. وصلنا الآن لمرحلة إحنا ما نعرف الهلال ممكن يلعب المباراة بكرة ولا يمكن ما يلعب المباراة بكرة لا سمح الله. يعني وضع مربك بكل التفاصيل. والشيء الوحيد الجميل في الموضوع انه الهلال بالنسبه له مباراه بكره تحصيل حاصل، يعني لا تقدم ولا تؤخر. اصبحت جل مطالب الهلاليين الان انه يكمل التسعين دقيقه باي احد. ايوه بس الخطر وين الوجود؟ انت تقول تحصيل حاصل، لكن لو افترضنا لا قدر الله نقص العدد عن 13، ايوه خلاص. مو هذا اللي انا قاعد اقول لك اياه، الهلال منسحب من البطوله ما تكمل. الهلال كل مطلبه الان فقط انه بس يوصل لمرحله انه يلعب التسعين دقيقه باي احد. جميل. يدخل الهلال مباراه الغد وما في معلومات الحقيقه واضحه ونهائيه، ولا اعتقد احد عنده المعلومات النهائيه لوضع الهلال بكره. ماجد انت كيف تقرا المشهد الهلالي؟ شوف انا مع كل انا وانا جاي بالاستوديو مكالمه مع العزيز جدا ابو علي سعود كريري مدير عام الفريق في الهلال، ويمكن اخذت منه استشفيت منه كثير من المعلومات. وحقيقه اعطينا يعني طيب. وحقيقه يعني ابو علي من الاداريين المتميزين. خليني اقول في البدايه، احنا عاده بوجود دايم لما نحكي عن أي فريق نحكي عن مستوى فني، صح ولا لا؟ هل الفريق بأداء فني جيد ولا لا؟ إحنا الآن حاطين إيدينا على قلوبنا
فقط نقول يا الله يا رب أن الهلال ما ينقص عن 13 لاعب حتى يستطيع أن يستكمل مشواره الآسيوي في هذا الدور. وبعدين لها حلال الآن في الطريق، أكثر من لاعب إن شاء الله في طريقهم إلى التشافي. طبعا من ضمن الأشياء اللي قال لي أبو علي ولا هي سر أنه يقول سبحان الله 99% من اللعيبة ما صار معاهم اللي أصيبوا، ما صار معاهم أي أعراض. اليوم تتكلم عن مين؟ رزفان، عبد الله المعيوف، وفي واحد ثاني من اللاعبين برضو ما راحوا بوجود شاركوا في التدريب. ليه؟ لأنه كانت لسه ما طلعت نتيجة المسح حقتهم، وبالتالي والحمد لله حسب كلام سعود أنها طلعت والأمور طيبة. أنا بس يعني مو بدفاعا عن سعود كريري والله، ولا عشان الرجل أرتبط معه بعلاقة قديمة من أيام القادسية، لكن بقول حقيقة يعني أنا قاعد أشوف معظم الناس اللي الهلاليين قاعدين يوجهون اللوم بالدرجة الأولى على سعود كمدير للفريق، لكن بوجود حسب المعلومات اللي برضو من سعود هو المناسبة حقت كنو يوم إيش؟ يوم 7 أوكي؟ هم يوم 8 عملوا مسحة. بالمناسبة أنا في تقديري وأروح إلى أنه الإصابة حصلت من الرياض في البداية، يعني مش من وهم في الدوحة، ترى ارجع لموضوع التتويج برضو ما هو سر منقول على الهواء مباشرة في القنوات الرياضية، ترى يا جماعة الخير شفنا أعداد مهولة من الجماهير، يعني في ناس أصدقاء اللاعب سابق في الهلال كانوا موجودين أنا أعرفهم شخصيا. هذا برضو هنا مين يتحمل المسؤولية؟ زين أنا ودي ماجد حتى مسؤولية من يتحمل المسؤولية هذه ممكن الآن أنا أعتقد أنه ممكن تبحث لاحقا. أنا أتكلم اليوم البعثة الهلالية في أزمة لعب المباراة بكرة من عدمها، يعني اليوم هي العدوى في الدوحة، العدوى في الرياض، العدوى الآن صارت موجودة صحيح، يعني الأمر ورقم كبير جدا والأمر حسم الآن هو موجود. بعدين عاد أنت شوف وين السبب؟ الهلال كيف ممكن يلعب المباراة بكرة؟ إيش قال لك سعود؟ في أمل إنه يلعب؟ نواف العابد مرشحه بقوة إلى أنه ممكن يكون موجود في القائمة، بس قال لك برضو المشكلة إنه يقول لا يهمك إنه الواحد يتمرن على جهاز سير في غرفته كان، يقول لك الملعب يعني يقول لك حتى سلمان فرج ما حتقدر تلاقي سلمان هو سلمان، لأنه الملعب إذا غبت عنه 13 يوم ترى ما هي سهلة. الحين هم قال لك أنهم قادرين يلعبون بكرة ولا في أي مخاطر؟ لا 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 أنه في نتائج جديدة ممكن حتى الناس قبت في تويتر أنه الهلال سيصدر بيان، مو بصحيح، ما هم مصدرين بيان ولا شيء، أمورهم إن شاء الله طيبة وحيكملون المباراة. وزي ما قلت لك من ضمن الأسماء اللي من الممكن أن تدخل بكرة في قائمة الاحتياط أو قائمة الفريق اللي تخلينا يعني نستبعد موضوع الخوف أنه يوصل عدد الفريق إلى 15 لاعب. طيب أنا أبغى قبل ما أروح لأبو نايف وأبو ناتلي أبغى أطرح، شفت تغريدة للأمير عبد الرحمن بن مساعد اليوم يتكلم في تويتر يقول أنه إذا الهلال بكرة ما كمل لا قدر الله النصاب اللي هو 13 لاعب، ليش ما تكون مباراة الأهلي تحسب عليها انسحاب ويخسر المباراة ويروح هو يكمل الدور 16 خصوصا أنه متصدر ومتأهل؟ ما حيصير كذا، اللائحة تقول انك اذا انسحبت من اي مباراة خلاص تلغى جميع نتائج. بس مش منطق هذا الكلام، الا منطق ونص. يعني ابو نايف ما هو المفروض مع كورونا وتجميع البطولة انه يكون تم بحث مثل هذه الامور قبل البطولة، انه ينحط بعد قوانين استثنائية خاصة بالوضع العالمي اللي صاير؟ انت شو؟ 100% انا متفق بالكامل مع الامير عبد الرحمن بن مساعد. ليش؟ أنا أقيسها بأن البطولة كانت في لوائحها مثلا 14 يوم حج، مع التكييف اللي تحدثوا فيه التكييف اللوائح صارت مسحتين سلبية بعدين يقدر يلعب اللاعب الآن. فلذلك برضو أنت اتحاد الكرة تقدر تضغط ناحية الاتجاه هذا إذا صار الوضع هذا، لا سيما أن الهلال لاعب. أنا ليش أقول لك مع الأمير عبد الرحمن وأتقبل كلام الأمير عبد الرحمن؟ لأن الأمير عبد الرحمن بن مساعد موقف الثابت في كل حال، حتى أنا شفت اليوم تغريدات له وشفت معه ردود، يعني وضح الواحد من اللي ترادون قال حتى لو صارت في أي نادي آخر أنا هذا موقفي وهذا
وهذا ملتزم فيه. فلذلك أنا أقبل من عبد الرحمن مساعد الاقتراح هذا، هو جالس يقترح الآن وممكن يطبق، ولكن في تطبيقه هل البقية الباقية راح توافق عليها ولا هنا؟ ولكن كمنطق اللي قاعد يقوله عبد الرحمن بالتأكيد أحد الحلول اللي قاعدة تصير، زي الحل المسحتين اللي صارت. أنت تشوف الاتحاد القدم مفروض يضغط في هذا الاتجاه؟ بالتأكيد. لذلك أنا قاعد جالس أقول شوفي بوجود الآن، حتى اللي عجبني في 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 إدارة نادي الهلال أنها إدارة يعني متفاعلة مع الوضع ولا هي بمنفعلة، اتجهت لمصلحة متفاعلة وليست منفعلة، منفعلة ومتشنجة، اتجهت للمصلحة العامة. أنا بالنسبة لي لو أبغى أنصح صديقي مثلا، خلينا نقول ابن نافل أنا أسميه صديقي الخاص مثلا، أنا أفرض جدلا طبعا الرجل ما أعرفه، كان أقول له بالعكس هذه فرصة لك تنسحب ولا تأخذ الشيلة وأنت بتطلع بطل، الظروف اللي موجودة عندك ولا يهمك، ولكنه فكر في مصلحة عامة، فكر في كيان، فكر في تاريخ، ما فكر في اسمه شخصيا أبدا، جالس يفكر في بالفن الممكن اللي معه، لا سيما أن الرجل برضه ماسك ورقة وقلم. أنا الحين بس باجتهاد شخصي جالس أشوف متى اللاعبين في 12 خمسة لاعبين ممكن يرجعون في 21، جالس أحسبها كذا، هو كم يصير عندي من لاعب؟ تعرف أنت ماسك الورقة والقلم والنوتة، والله شغلة دي بعد. نواف العابد جاي في 13 ممكن يطلع في 22 اللي هو قبل مباراة شباب الأردن، الفرج الحين دخل عندك في 17 جلس لي 4 لاعبين ممكن يرجعون لي في دور 16، في 19 جاء مجموعة سالم وقوميز وجوفينكو ممكن يطلعون لي في دور 8، فهو جالس يحسبها أنا ممكن ترجع لي، الزاد البشري يرجع لي مع الوقت. بس أنا إذا فكرت بس بنظرة سلبية وإني بفكر أنه والله الآن زي ما قلت لك عندي عذر قدام الناس، أحسن أطلع زي كذا، هذه نقطة. النقطة بعد النقطة الثانية يا وجود، وهذه مهمة جدا عندي، احنا في قد سمعنا مصطلح تجار الأزمات، أنا في أسميهم تجار المزايدات، اللي يبغى يطلعون في موقف الآن بيسجلون لهم موقف عشان يشوفون يشوفون في الصف الأول، يجيبون حلول يا وجود غير منطقية ليطلع عنده جمهور. لما تسمع شخص في قناة يقول والله المفروض من الاتحاد الآسيوي يسمح للهلال بالإعارة من أندية أخرى، أوكي بيجيك رتويت وأنك موقفك ثابت، ولكن عارف هو أنه ما راح يصير شيء، هذا أطلب المعقول يعني، وهو قاعد يقدم له في موقف. أو أنا الحين أقدر أطلع الحين أنا أمسك القلم وبصوت انفعالي أقول المفروض لاعبي الاتحاد إيش يسمح أن احنا ناخذ من النصر وناخذ من التعاون لاعبين عشان يلعبون، يطلع الواحد يقول والله موقفك جميل مع نادي الهلال، انا قاعد اتكلم الكلام هذا وانا عارف ما راح يتحقق سؤال، بس بكسب موقف هذه يسمونها تجار المزايدات. ولكن الشخص اللي قاعد يصير باللوائح والانظمه وكيف اكيفها مع الوضع اللي حاصل، هذا اللي قاعد يسويه. انت تشوف اقتراح الامير عبد الرحمن مساعد هو اقتراح ممكن يشتغل عليه اتحاد القدم جدا بشكل جداً مفيد لا ويسويها ورقه عمل. الان احنا الان في خلينا نقول في ظرف قاهر، طبق اللوائح بس ما تطبقها. لأن أنا سمعت ثلاث نقاط بس أطلع. أنا سمعت إن تم تكييف 30 يوم هذه إذا اللاعب ما عنده إصابة. لا كان في 30 يوم، ما كان في 15، كان في 30 يوم كيفوها على 15 يوم صارت النسبة، يعني حطوها كعذر كلوائح. لذلك أنت ممكن نفس الحكاية تقول والله الحدث لا تقارن لي مثلاً بالوحدة الإماراتي لم يشارك، أنا أبدأ أنا في دور 16 أجي المتصفيق. ولكن الآن إحنا في الواقع اللي قاعد يصير لنا الآن أن الهلال راح يلعب المباراة الجاية، لو يلعب 11 لاعب المباراة الجاية لا تعني له شيء، إن شاء الله يمدي على اللاعبين يجون ويتقدمون اللاعبين، والإدارة واضعة الثقة في اللاعبين الجدد، والإدارة والجهاز الفني والجهاز الطبي عارفين متى مراحل الاستشفاء عندهم، مراحل الاستشفاء عندهم متى يرجعون اللاعبين، وراح يرجعون اللاعبين في الوضع الحالي. وجدا خلينا نقول الدعم ان الهلال راح يتقدم، وعلى فكره الدعم هذا اللي قاعد يصير انا مره مبسوط منه، خصوصا خلينا نسميهم المحبين الهلاليين لفريقهم وتقويه فريقهم، لان الكل قاعد يشاهد المشهد. نفس الحكايه ترى بوجود انا بالنسبه لي، ولا تقول لي ما لنا دخل في الموضوع هذا، لا الاهلي برضه يمر بظروف ويفترض ان احنا يتم دعمه، حتى يتم دعمه، يمر بظروف بلايلي مو موجود، جنيني مو موجود، ساريتش مصاب، قاعد يلعب بلاعبين مو في مراكزهم، برضه من نفس اللي قاعد يصير نفس الحكايه. مع ان التعاون اخف، انا اعتقد ان التعاون داخل في الفتره هذه يمكن نتحدث عنها انه استعداد للدوري،
واضح حتى في تغيير خططه وتكتيكاته داخل الملعب من المدرب الفرنسي. ولكن الهلال دام طالما احنا نتكلم عن الهلال وظرفه، اداره الازمه الهلاليه قاعد تدار على اعلى مستوى، واضح ان الاداره واضعه فريق وجالسه تشتغل زي ما قلنا نعيد الكلمه بتفاعل وليس انفعال، بفن الممكن اللي عندك هذا تاركه جميع تجار اتحاد القدم. كيف شايف انت اداءه؟ شوف الى الان اداء جدا رائع، ولكنه ممكن يضغط ابعد طالما ان الاتحاد الاسيوي حسن في تقدم تنازل لي في اللوائح اللي حطها هو. أيه. انا ممكن ادفع زياده اكثر، اكثر من كذا يصير ضغط، اكثر من كذا احقق مكاسب اقل شيء. في بعض المكاسب الان اذا ما اصلحت فما هي ضرتني، انا اصلا غرقان يعني الظروف ما في اسوء من الظروف اللي قاعد يقع فيها الفريق الهلالي. فلذلك لازم ادفع اضغط اكثر من كذا، اوصلهم اخر مدى الان يضغط الاتحاد وتشكل لوبيات له من الانديه. انا اشوف حتى في تفاعل من الاعلام الاسيوي لنادي الهلال، استغل الموقف الانساني اللي قاعد يصير لديهم. وانا اتكلم على فكره والله في بعض المرات ترى مو مهم قضيه تنافس رياضي، انا لما اتكلم عن نادي الهلال ترى قضيه انسان، شخص منكم في لا اي لحظه ينتكس ويعرف ماجد في بعض الناس بصحتهم خلينا نقول فجاه يجيه الشيء هذا فجاه تلاقيه تدهورت صحته في اي لحظه، ترى شيء مقلق اللي قاعد يصير. يعني لا تتوقع انها الوضع اللي قاعد يصير في جو الهلالي شيء طبيعي جدا، انك تدري انت تمشي ولا تدري انت فيك مرض ولا ما فيك مرض، ومرض ممكن وما تدري انت اذا المرض داهمك هذا لا سمح الله انت فيك شيء برضو خلل جوه ممكن يهاجم الفيروس هذا ولا ما يهاجم حتى انت بصحتك. فلذلك دائما نقول ندعو لهم بالشفاء، ولا فيها لا زي ما قلنا لا مزايده في التنافس الرياضي ولا 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 شماته من بعض المتحمسين، خلينا نسميهم متحمسين اللي ما راح يحسوا ما يحسون بالوضع الا اللي حسوا بهذا. ابو نتلي قراءتك لكل المشهد الان. في الحقيقه خليني ابدا من شغله ابو جود، لما عادت كره القدم في اوروبا بداوا بكلام انه لو اصيب لاعب واحد حنوقف كره القدم مره ثانيه، ثم اصيب لاعب واثنين وعشرة و15 وكملت كره القدم عادي. فالفكره هون اللي بنوصلها انه قوانين كورونا هي قوانين متلونه ومتغيره، لانه هذا شيء جديد علينا كلنا. فمثل ما اثبت الهلال والاتحاد السعودي في البدايه وتواصلوا الاول مع الاتحاد الاسيوي انه كل شيء قابل للتعديل، فحتى هذا القانون قابل للتعديل. يعني انت الان جاءك فريق متاهل، جاءك فريق بطل اساسا ومتاهل، يعني بغض النظر عن بطوله السنه الماضيه، لكن فريق متاهل لا ليس منطق ان ينسحب وليس منطق ان تطرده من البطوله. هو انا تاهلت لدي هذه المباراه فيها ظرف قاهر ليس ظرف عادي، يعني لا نتكلم عن فريق اعترض انه لا يريد ان يلعب بسبب حكم او بسبب اي قانون من القوانين، ظرف قاهر. وانا يا سيدي مستعد اودي لعيبه المصابين يلعبوا كمان، هل انت بتقبل يلعبوا؟ انت اللي ما بتقبل. فهي مساله، يعني المساله كثير ذاهبه، لانه شيء مش بيد الهلال وشيء ما حدا فاهمه وشيء يعني مش بس لعيبه الهلال، رؤساء وزراء دول كبرى اصيبوا في هذا المرض. فالمسألة ما فيش فيها يعني حتى مسألة أين بدأ المرض ولماذا أصيب المرض، ممكن يكونوا لا سمح الله لاعبين التقطوه في المطار، طبيعي جدا يصير في مطار وصلوا في الدوحة وانصابوا فيه، بتصير هذا الشيء. فأنا أعتقد الظرف الإنساني والطبي الغريب على الكل بيجبر الاتحاد الآسيوي لما تصير كل حالة جديدة معاه أنه أنا هاي ما توقعت هيك يصير. يعني هو ما توقع الهلال يتأهل، وما توقع الهلال يكون متصدر، وما توقع أنه بالأخير يجيله الهلال مش قادر يلعب، فموقف صعب جدا بالنسبة له. وأيضا خلينا نحكي بصراحة في موقف آخر، يعني حتى احتساب الهلال خاسر يؤثر على الحسابات في التأهل في المجموعات، فالمسألة شوي معقدة جدا. أنا المنطق إن شاء الله الهلال يقدر يلعب بكرة وتصبح المسألة من الماضي، وإذا لعب الهلال خلاص انتهت القضية، إن شاء الله اللاعبين بيكونوا كلهم رجعوا لدور 16، وبعدها بالعكس يعني بس إن شاء الله يمشي معاه بكرة، بعدها بعد ذلك حيكون هو أكثر فريق عنده مناعة، كل لاعبينه بيكونوا يعني معظم لاعبينه بيكونوا مروا من الأزمة وخلصوا إن شاء الله ويصل. فهي المسألة أنا أعتقد كل القوانين الآن المكتوبة بالبروتوكول هي قوانين وضعت على حالة تطمين الجميع إنه شايفين الأمور تمام تعالوا العبوا، لكن بعد ذلك تتغير. وبرجع أحكي في بداية كرة القدم الأوروبية كانت تصريحات رسمية من اتحادات إيطالي ألماني لو أصيب لاعب حنوقف كل شيء، وأصيب لاعبين وخلص ونسيوا اللي حكوه. فهذه هي المسألة الأساسية، كل يوم حيتغير شيء. إيش الموقف؟ إيش الموقف لو كورونا؟ لو صار في الأدوار الإقصائية حالات للأندية؟ بالضبط، ما هذه هي القضية بجد، يعني لازم دائما في حالة خاصة. في شيء اسمه تأجيل، يعني ما بنتكلم دور الثمانية بعد بكرة،
يعني ما بنتكلم يعني في شيء اسمه تأجيل في الدنيا يعني، والإصرار الغريب على نفس الحالة. نعم أنت هي أصلا المباراة بأرض محايدة وبأرض دون جمهور، وهذا معناه بكل بساطة بإمكانك تأجل وترجع تلعبها بعدين بأرض محايدة وبدون جمهور. يعني شوية مرونة وشوية منطق، لأنه الظرف غريب، مش ظرف أفرض أني سيطرتي وقوانيني وأنظمتي، هو ظرف غريب، ظرف كما تفضل أبو نايف هو ظرف إنساني، ملوش علاقة بكرة القدم، ملوش علاقة بالحسابات الرياضية، ظرف إنساني. أنا عندي لاعب مصاب وبقدر يلعب، هل بتسمح أنت ينزل ولا لا؟ إذا بتسمح بنزله، أنا ما عندي مشكلة. فالمسؤولية أساسا أنك أنا لما أنزل لاعب مصاب أنا بضر 22 لاعب، فهي القضية كلها ليس بيدي، ليس بيد النادي. أنا ممكن أفهم السؤال المهم، لو نادي ارتكب نزل لاعب، لو وصلنا لدور نصف النهائي وواحد من الفريقين عنده حالات وعدد كبير، معقولة يعني يحرم من النهائي علشان ما حد يبغى يأجل أو علشان أو لو في النهائي، أو لو في النهائي بدك تعطي البطولة للفريق الثاني؟ يعني المسألة بدها منطق، المسألة بدها كثير منطق وبدها كثير مرونة وما بدها تشدد زايد عن الحد. وأنا خليني أكون صريح، أنا تفائلت بموقف الاتحاد الآسيوي الآن حتى الآن مرتين، فواضح أنه الاتحاد الآسيوي متفهم، بس ما بده يحكي أنه متفهم بشكل واضح، أنه قوانيني متلونة، يعني حسب كل خطوة حغير، بس ما بده يعمل هيك لأنه بخشى أنه الأندية كثير تضغط على ذلك. في فرق بين اللي حيصير مع الهلال واللي حيصير مع نادي الوحدة. نادي الوحدة هو اللي طلب ما يسافر بالأساس، يعني من أول يوم كان ما بده يسافر، في فرق. لكن نادي الهلال هو نادي راح بلاعبيه واستدعى لاعبين وحاول يكمل لآخر لحظة، ففي فرق كبير. أنا أعتقد الاتحاد الآسيوي بالمنطق لازم يلجأ للتأجيلات، لازم ما عنده مشكلة في هذا الموضوع، وما عنده مشكلة حتى لو أجلت مباريات الهلال ومباريات دور 16. إيش المانع من التأجيل محمد؟ إيش اللي يمنع الاتحاد الآسيوي أنه يأجل؟ فقط تعنت ولا في أسباب ثانية لا علاقة بأمور مالية ورعايات ومن هذا القبيل؟ بالعكس، لو أنا عندي راعي، لو أنا راعي بفضل المباراة تلتعب، ما بلغي المباراة. أنا كراعي بدي إعلاني يطلع في التلفزيون، بدي ناس تشوفني. أنا كناقل رسمي بدي أيضا المباراة تنبث، سواء أني ببث في آسيا ولا في أوروبا ولا بأفريقيا. ما تنساش أن دوري أبطال آسيا صار يبث بأفريقيا مؤخرا، يعني أنا دافع حق المباريات مش دافع البطولة، دافع على المباراة، فأنا محتاج المباراة تنبث. فلمصلحة الجميع أن تستكمل البطولة ولو أجلت، يعني أن تستكمل المباريات كلها ولو أجلت. نعم في بعض الحالات معقدة، بس في حالات واضحة أنه الهلال سيظلم بشيء خارج سيطرته. ومش بس الهلال، يعني كما تكلم أبو نايف وكما تكلم حتى الأمير عبد الرحمن مساعد، المسألة مش هلال، المسألة أي فريق كرة قدم هذا شيء خارج سيطرته. كأنك تتكلم عن فريق بالضبط أبو جود رايح يلعب مباراة وطيارته خربت، طيارته خربت وهبطت في مكان ثاني ووصل متأخر على المباراة، بدك تحرمه؟ طيب الآن في أخبار، ما تقدر. الآن في أخبار محمد، الآن في أخبار الاتحاد الآسيوي جدول مسحة جديدة لبعثة الهلال بكرة. وهذا اللي يقوله ابو نتالي لما قال صحيح. واضح ان الاتحاد الاسيوي ممكن يغير لوائحه وانظمته مع المتغيرات اللي قاعده تصير، يعني وهذا اللي احنا نتكلم نقول نضغط زياده. الحين بكره في في مسحه ممكن يعني احنا نقول سيف ذو حدين، طبعا المسحه بتصير بس ان شاء الله احنا متاملين، يعني زي مثلا حمد العبدان ما دخلوه، زي مثلا الان يفترض ان يدخل البريك على لانه جو في 12 البريك والفرج والواكد وصالح الشهري والعبدان. الآن حتى يقول في خبر أن العبدان ما دخل لأنه لازم المسح يخدم الاتحاد الآسيوي، فلذلك في مجال الآن يدخلون المجموعة اللي في 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 12 إن شاء الله ما تجي أكثر. لا أبو نايف، الوحيد اللي ممكن يدخل بكرة الوحيد 100% هو نواف العابد، هذول كلهم ما راح يدخلون. يقول لك الحين يعني في مسح بكرة، يعني الوحيد اللي حيدخل من هالمجموعة اللي موجودة اللي ممكن يدخل نواف. أنا بس حسب سعود كرير. إيه. لا بس العبدان الحين، العبدان الحين خبر. العبدان الحين يقول إن أيوة شنو أقول؟ حسب كلام سعود يقول عيب علينا. سعود قبل ساعة صح. الآن إحنا نتكلم اللحظة هذه إنه العبدان مسحته سلبية، ولكن الاتحاد لا يسوي يقول لازم مسحة من عندي أنا، عرفت؟ فلذلك الآن الجميل جدوله مفروض مو في جدول، إحنا نتكلم جدولها بكرة تصير الظهر مثلاً قبل المباراة. وتهالي تفتح باب انه ممكن يدخل لك لاعبين في البعثة، بس صحيح. ممكن كمان في نفس الوقت شوف تمنع لك لاعبين. شنو اقول لك؟ سيف ذو حدين، بس نقول لك حتى لو اللاعبين جو احنا نتكلم على ابو جود. بس بدون هالمسحه انت عندك الحين 13 ممكن تدخل فيهم مباراه، صح ولا لا يا ماجد؟ صحيح ابو جود. المسحه دي ممكن تسحب منك اثنين ثلاثه ابو جود. هي انا بتكلم لك المسحه هذه احنا نقول ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. بعد فيما لو اكتشفت احد برضو ما تبغى يدخل ويعد زياده بعد، يعني انت هي اخذها من جانب انسان احنا ناخذها، بس نقول احنا ان شاء الله انها بتسمح بتصير سلبيه وبيدخلون ان شاء الله اكثر. قولوا شوف انا
أنا يعني بصراحة ترى مو هذا يعني أننا فقط إحنا نرمي على الاتحاد الآسيوي، لكن كلنا نعرف موقف الاتحاد الآسيوي على مدار التاريخ مع المنتخبات والأندية السعودية مش ولا بد، مش يا ما صار فيه كوارث تحكيمية، يا ما صار فيه أشياء كثيرة. فأنا أقول للأستاذ الجميل فهد بن نافل وبقية إدارته لا تعنزون كثير على موضوع الاتحاد الآسيوي، اشتغلوا شغلكم بهدوء. أبو نايف تو قدم روشتة جميلة في وصف الوضعية الهلالية واللي قاعد يصير في الهلال، ويعني أعطى أشياء جميلة جدا جدا. تخلينا نقول هذا اللون الذي يجب أن يكون عليه الإعلامي في وجود أشياء كثيرة. لما توصل إلى مرحلة صحة الإنسان وسلامة الإنسان، يا أخي ما نبي كورة، ما نبي أندية، أهم شيء هذولا ربي يحفظهم لأسرهم إن شاء الله ويرجعون سالمين معافين إن شاء الله ويشفيهم رب العالمين. لكن لا نؤمل كثيرا على الاتحاد الآسيوي، ولا المنطق أقلها 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 أن تحقق مقترح تغريدة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، خذ المباراة، عط الثلاث نقاط بس يا أخي. أنا حق لا تطلعني من البطولة، لا تطلعني من البطولة، أنا زعيم آسيا، أنا صاحب اللقب النسخة الماضية، أنا الفريق اللي على مدار الآن أكثر من 15 سنة موجود في دور الأربعة، في نصف نهائي، في النهائي، يعني أنا على طول موجود معك الاتحاد الآسيوي، أنا فريق مشرف للكرة الآسيوية الاتحاد الآسيوي، لماذا تتعامل معه بهذا التزمت وبهذه الطريقة؟ أعطني أبسط حقوقي، خلني أخذ ثلاث نقاط ذي بسلامتك، صحتين على شباب دبي صح؟ صحتين لهم، وأنا أنا المتصدر يا أخي، ليش تطلعني؟ تعتبرني منسحب؟ أنا اللي تجاوزت كل هذه الظروف وكل هذه الصعاب وخاطرت حتى بلعيبتي وجبت لعيبة وأطلب لعيبة من الرياض، والله موقف بصراحة موقف يدرس. صحيح أنا بالنسبة لي لست مع المخاطرة في صحة أي إنسان زين، لكن الشغل اللي سواه نادي الهلال من مدرب من جهاز طبي من شيء شغل جميل وكبير. فاصل قصير بعده نعود. الأهلي يواجه استقلال طهران غدا، وفلادان يؤكد سأمنح البدلاء فرصتهم. الهلال يلتقي شباب أهلي دبي في آخر محطات دور المجموعات. كورونا يلغي مؤتمر رزفان، وإصابتان جديدتان في المعسكر الأزرق. اجتمع مدير عام معهد إعداد القادة عبد الله بن فيصل حماد اليوم مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وأوضح مدير المعهد أن الاجتماع تخلله مناقشة سبل التعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة ومستقبل كرة القدم في رابطة الأكاديميات الرياضية، ومناقشة العديد من المحاور المتعلقة بمشروع كرة القدم في الرابطة التي يعكف المعهد على تطويرها في مختلف الألعاب، وكذلك مناقشة عمل الأكاديميات في رياضة كرة القدم مع رئيس الاتحاد بحكم الاختصاص. أكد الصربي فلادان مدرب فريق الأهلي منح عدد من اللاعبين البدلاء الفرصة للمشاركة في مواجهة الاستقلال غدا الأربعاء، وقال المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: نرغب في تقديم عرض قوي وأمامنا العديد من التحديات، وأضاف: نحن الآن نتصدر مجموعتنا الآسيوية، والفريق يضم العديد من اللاعبين الشباب المميزين الذين يستحقون أن أمنحهم الفرصة لإظهار قدراتهم.
أعلن نادي الهلال إصابة لاعب الفريق ناصر الدوسري بفيروس كورونا إلى جانب أحد أخصائي العلاج، ويخضع الثنائي للعزل الصحي وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وعلى صعيد متصل، ألغت اللجنة المنظمة لدوري أبطال آسيا المؤتمر الصحفي الخاص بالروماني رزفان لوشيسكو لتقديم مباراة الهلال مع نظيره شباب أهلي دبي، وجاء القرار بسبب جدولة فحص جديد لفيروس كورونا وخضوع ناصر الهلال لفحص طبي. اهتمت وسائل الإعلام المصرية بأحداث مباراة التعاون والشارقة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد خسارة الأصفر بسداسية نظيفة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق. ورصدت الصحف والمواقع الرياضية في مصر خسارة كارتيرون بعد أيام قليلة من انفصاله الرسمي عن الزمالك، واصفة هزيمته بأنها الأكبر على الإطلاق في تاريخ المدرب الفرنسي الذي عقدت عليه إدارة نادي التعاون آمالا كبيرة في المحفل الآسيوي. أعلن نادي الاتحاد صباح يوم الثلاثاء إعادة تسجيل المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش في قائمة الفريق الموسم المقبل بعدما تم استبعاده منها مطلع العام الميلادي الجاري. ولم يشارك بريوفيتش في صفوف العميد منذ 28 من ديسمبر الماضي قبل أن يتحول إلى لاعب استثمار ويتم تسجيل ليفواري بوني بديلا عنه. كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من نادي برشلونة أن ألبرتو بوتيا مدافع الوحدة الحالي والهلال السابق ضمن قائمة ينوي برشلونة الاستعانة بها لتقوية خط دفاعه في الموسم المقبل. يذكر أن بوتيا خاض 26 مباراة في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي وأحرز هدفا وحيدا. تلقى مليك عسلة حارس فريق الحزم الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء دعوة رسمية من جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر للانضمام إلى المعسكر المغلق بمدينة أوتريخت الهولندية. يذكر أن حارس الحزم مليك عسلة يقف في صدارة حراس الدوري السعودي الأكثر تصديا للكرات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا في أم في المملكة العربية السعودية ماجد جواجر وعبد السويد ومحمد عواد، هم ضيوف حلقة الليلة. راح نبدأ نعرض الآن طبعا من هنا عشان انتهى الموسم وحيبدأ الموسم الجديد، حنبدأ نعرض بعض الفقرات اللي لها علاقة بحصاد الموسم، من ضمنها أفضل بانوراما طول الموسم اللي حطوها الشعب، وراح حطينا يمكن وصلكم اليوم أنتم اللي هو اختيار 10 أهداف بس من اللي يحدد وجود تصويتكم؟ لا أنا أتكلم عن بانوراما، إحنا حنصوت. لا 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 بانوراما ده ما لكم دخل فيه. طيب شوف معلش في شيء داري في شيء أنتم لكم دخل فيه وفي شيء حلو ما حد له دخل فيه. لا تفك الزرار فكنا من ذي أو اسمع أو ذي فكنا منها وخلاص. أنا صرت ألبس كبك عشان ما لا في بانوراما إحنا حنعرض افضل بانوراما من بانوراما الموسم كله. التصويت هذا عندكم انتم، انا ما اتدخل فيه، ارسلنا لكم اياه وقرروا واعطونا اياه بسرعه تراكم تاخرتم على عليان. فحنعرض الان الجزء الاول من اجزاء بانوراما الافضل لطول الموسم، حنشوفه ونحاول كده نسترجع بعض الذكريات من بانوراما طول الموسم. المنتظر مل صبره طبعي الصبر لاقي وش عليها ارتجي من طويل الصبر يا عقوب وايوب ملاح طبعي الصبر اه لاقي وش عليها ارتجي من طويل الصبر يا عقوب ويوب ملا دامني حي عطني وش بقاني احتري
ما بدموعك اللي عقب موتي إلا ما يعرف الجمر مثل اللي ذيك تويه أحد يدفع بنارة وحد فيه تصلى تحسب إني نسيت وتصدق إني نسيت شوقي إني نسيت ورغم الزاحة اليوم جيت عالبالي نورت بيتك وتصدق إني نسيت من شوقي إني نسيتك ورغم الزاحة اليوم جيت عالبالي نورت بيتك هذا وأنا كل يعتب ورياح حسيسي تعب ما أدري وش أقول حارس الصدارة خلك معي دايم وانا اكون مبسوط لا تغيب عني يوم ويضيق صدري خلك معي دايم وانا اكون مبسوط لا تغيب عني يوم ويضيق صدري قلبي وهب لك صادق الحب مصبور ولا على غيرك من الناس بدري صادق الحب مصبوط ولا على غيرك من الناس بدري ذكرتونا بأيام زمان بيشي يرسل كرة أمامية لكن الكرة تبعد تعود إلى فتحوية ترجع إلى فتحوية في وسط الميدان لكن مشاهدي الأعزاء مع جمل تحية بإمكانكم متابعة بداية الشوط الثاني من هذه المباراة عبر القناة الثانية وأشكركم تحدي العمادة أحمر كبير كبير هاتيني وريني لما أنت تبقى مش قادر يا عيني كبير كبير هاتيني وريني لما انت تبقى مش قادر يا عيني وكبير كبير يا حبيبي وانا عيبي مش هنسى يوم هنك طلعت عيني والعلمك انا مش هموت عليك انا عندي خمسة ستة يضايقوا فيك يشوفوهم جنبي يقولوا راحت عليك ما خلاص راحت عليك والعلمك انا مش هموت عليك ستة يضايقوا فيه يشوفوهم جنبي يقول راحت عليهم ما خلاص راحت عليهم من يقول الزين ما يكمل من يقول الزين ما يكمل حلاه كل شيء فيه حبيبي اكتمل الله اللي كمله والله عطاه ما بقال
اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا في انف المملكه العربيه السعوديه ماجد توجع عبد السويد ومحمد واضي في حلقه الليله. ماجد, ايش تعليقك على بانوراما؟ ايش اكثر شيء لفت انتباهك في الذكريات الخفيفه هذه؟ شوف, انا اقول اجمالا الجميل جدا بالنسبه للكره السعوديه في الاربع خمس مواسم الاخيره انه اصبحت اي نادي تتوقع انه ينافس. بمعنى اليوم الوحده, لو قلت قبل كم سنة أن الوحدة يعني اللي كان دائما يصارع على الهبوط ويا ما هبط, هو اليوم يلعب الملحق الآسيوي. الفتح قبل كم سنة حقق دوري زين, تتذكر لما كان المسمى يحمل دوري زين. التعاون حقق كأس الملك وظل رقم مهم في المواسم الأخيرة في سلم الترتيب الدوري. نفس الشيء اليوم الرائد, قلنا قبل في حلقة سابقة بأنه أنا أنظر له بأنه هو من يحمل هوية سفير القصيم بهذا الشكل وبهذا الثوب وبهذا اللون. بمعنى وجود أنه اليوم أصبحت الأندية مستوياتها متقاربة, من الممكن أن تتوقع في المستقبل القريب أنه يطلع لك نادي زي ما طلع الفتح في مرحلة من المراحل ما تتوقع ويجيب الدوري, وهذا جميل بالنسبة للكرة السعودية. أنا يعني في بانوراما دائما مع الجميع. إيش علاقة اللي قلته قبل شوي في بانوراما؟ قاعد أحكي على موضوع الوحدة وأنا أشوف لقطات لها أوكي. أنت بتقعد لي على لا كل لا لا. على كل حبة, والله العظيم قسم والله. اسمع, ترى تحت الهواء وأنت لاهي في جوالك كان يحرضني, شفت؟ وانت عاد ما يبي لك انت, وانت 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 ما شاء الله زاهد. وش اسمه؟ وش اسمه خويك اللي في مسرحيه العيال كبرت؟ عاطف. عاطف, هو عاطف موجود في الاستديو. طيب برجع على بانوراما يا حبيبي. قل امين, جعلها الضحكه دوم ان شاء الله. امين يا رب. ديم علينا الامن والامان في هذا الوطن. خلاص ماجد, انت كمل نهايه الحلقه, ما حد يتكلم بعد. طيب خلاص. عبد الله المعيوف اوكي, بعد ما له علاقه. شوف, لا 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 علاقه, لا خلاص. حضور طاغي كويس, يسجل ضربة جزاء ويصد ضربة جزاء. إمكانيات وأرقام هذا الموسم ما شاء الله, الله يعطيه الصحة والعافية يخلي لها له. نفس الشيء بالنسبة لحمد الله, ظاهرة كروية غير عادية. هذا دائما أنا الحين أقول لك, ومتأكد أن هذا الشعور الداخلي موجود عند فيتوريا, ومتأكد أنه موجود عند عبد الرحمن الحلافي, عند السويكت, عند كل هذا جايب الجول جايبه. فكر بس, ما شاء الله ما شاء الله, الله يعطيه الصحة والعافية. وبصراحة يمكن يعني أوكي, ترى في لاعبين مغاربة عظماء لعبوا في الدوريات الأوروبية, لكن هذا يعني بصراحة من أعظم اللاعبين اللي شفتهم في تاريخ الكرة العربية ككل. وباقي بانوراما الله يعطيكم العافية, بس يقول لي اسأله, قل له من اللي أعطى هذه الامتياز لبانوراما؟ من اللي يحدد الاختيارات؟ إيه؟ أنا. ايوه حلو, احنا تخلينا نصوت على اهداف. لا 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 لا, بدر فايز انا. طيب. ما اتدخل في التحرير ابدا, يعني رئيس تحرير والشباب. ابو نايف, شوف بجوز بصراحه, يعني اللي جلست اتفرج عليه البانوراما قلت بجيب لقطه او مقطع, افضل مقطع. حسيت نفسي يعني, تعرف انت الواحد لما عندك حلا انواع, كل ما كانت الحلا هذا بعدين تقول هذا كويس, بتاخذ الثاني تنسى الاول, هذا تقول هذا افضل, لين وصلنا لآخر مقطع فيها. بصراحة كل مقطع يقول حق عندي, جمال اللقطات, جمال الكلمات, جمال حتى الأغنية داخل الكلمة, تطرب حتى مع اللقطات, تركبها مع الموقف. صحيح. فلذلك اختيار أكثر من رائع, واللي اختار هذا البانوراما بصراحة 10 على 10. هذا الجزء الأول طبعا, باقي بقية الأجزاء, بس احنا اخترنا الآن اللي أفضل في البداية. من ضمن الحاجات اللي تستحق التعليق لقطة اللاعب الزين أحمد الزين, الهدف الجميل جدا اللي سجله. أكثر من رائع. شوف ترى في بعض اللمحات تبقى عندك, يعني في بعض اللمحات ترسخ, زي ما رسخت عندك أنت هدف توامبا. الله, عرفت شلون؟ ففي بعضها موجود الهدف يا شباب. إذا موجود هاتوه, يعني ما ترى ما تعليق خوينا حبيبنا المعلق عليه, وكنت أنت برضو عاجبك الهدف وعاجبك التعليق. أنا قلت كل ما يجي طاري هدف توامبا لازم نعرضه. خلنا نأخذ بس أبو عواد. قلنا يا أبو عواد, إيش لفت انتباهك في بانوراما؟ في الحقيقة جمال البانوراما اليوم إنها لخصت أركان مهمة جدا في الدوري السعودي, بتخليه مميز, بتخليه هو اللي بنشوفه بآسيا الآن. هذا الفرق الواضح صار
بين الكرة السعودية وكرة غرب آسيا أو المناطق اللي معتبرة بغرب آسيا أيضا. صراحة لما تشوف التحدي اللي صار بين حمد الله يعني التحدي الموجود إطلاق عليه ديربي العمادي مباراة أخرى، منشوف لحظات الجودة اللي بتشوفها بجول أحمد الزين، بعدين منشوف لحظات الحسم وأهميتها بصدر ركلة جزاء. لا بصراحة يعني تنوع الدوري يعني بقدر ما هي فقرة بانوراما للعلم يعني فقرة مميزة وأعتقد ما في زيها عربيا حاليا. يعني حاولت أدور على شيء بيشبهها في دوريات تانية ما لقيت، بقدر ما إنه الدوري عم بيساعدها أيضا. خلينا نكون عادلين طبعاً. اثنين الدوري طبعاً. فيه تنوع رهيب، تنوع رهيب جدا من المستوى وتنوع رهيب جدا من اللحظات بالإعلام أيضا اللي بيساعد كثير هذا الدوري يكتسب بعض المصطلحات ويكتسب بعض الإثارة. صراحة مسلية جدا يعني لو مدتونا يا لو انه دائما جيبوني انا يعني زي ما حكى طلب منك ماجد يوما ما دائما انا جيبوني على الاجزاء الجاية يعني. هي صراحة من اجمل الفقرات في البرنامج، هذه الفقرة ما تغيرت في برنامج كورة من 11 سنة. يعني في فقرات راحت وجات، هذه الفقرة ثابتة لانها واحدة من الفقرات اللي اللذيذة والجميلة بعد كل جولة. الهدف فيه موجود يا شباب، جهزونا؟ طيب اعطونا فاصل لين يجهزوا توامبا. أقول لك كنت توامبا بعد. بيعرض. أنا قايل كل ما جاء طاري هدف توامبا لازم ينعرض في ذا البرنامج. تعرف يقول لك لا تستطيع أن تتوقف عن حب هذا الهدف. جرعة كاملة للي يحب كرة القدم، الذكاء، الصراع، الهجمة، التعليق، صوت الجمهور، التوقيت، كل شيء في الهدف حلو. كل شيء في الهدف حلو. والظاهر إن بعد شوي إذا عرضناه بعد الفاصل. يمكن هذه 40 مرة نعرضها هالموسم. ماكل كنيجة ذاك اليوم هو. أنا هو يا كنيجة. أنا حسب تقول لي. والله إنه قسم بالله إنه يقول لي إني أحب الكنيجة. وأنا بعد إن كان ودك تجيب اليوم. جميل الكنيجة القصير ما يحتاج. طيب فاصل قصير بعد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية ماجد توجر عبد السويد ومحمد عواد هم ضيف حلقة الليلة. جاهز الهدف يا ديبان، عطونا الهدف. يا قصيبة تتخلص من ساندرو مانويل، هيلدو راموس لتوابا تواب 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 شوف توابا يا علق فيها فاروق بن مصطفى، يا رايك يا عيني يا لعيب يا توابا. التعاون موسيقى طرب سيمفونية.
لا دخل في تصويتكم، بس أنا بالنسبة لي في الموسم ذا في أهداف كثير حلوة صراحة، أهداف كثير حلوة، بس لا زال هذا الهدف هو أجمل هدف بالنسبة لي أنا، اللي ما لا دخل في تصويتكم بعدين على أفضل هدف. أسأل أشوف أن هذا أحلى هدف في الدوري. نشوف تقرير عن مباراة الغد آسيوية. في الجولة الختامية من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا، يلتقي غدا ممثلنا الهلال متصدر المجموعة بـ 11 نقطة بفريق شباب أهلي دبي صاحب المركز الثالث بـ 7 نقاط، حيث يأمل الفريق الإماراتي تحقيق الفوز وانتظار خسارة بختكور الأوزبكي لمرافقة الهلال لدور الـ 16. وفي المجموعة الأولى يلتقي ممثلنا الأهلي متصدر المجموعة بـ 6 نقاط بفريق استقلال طهران صاحب النقطتين في المركز الثالث. كتيبة فلادان كانت قد ضمنت التأهل للدور القادم وتنتظر صاحب البطاقة الثاني من فريقي الشرطة العراقي أو الاستقلال الإيراني. بنايف، تكلمنا عن الهلال الأهلي. طيب الأهلي من خلال النتائج قبل الجائحة، قبل الكورونا وبعد الكورونا. قبل الكورونا كان عنده 2 فوز، له 3 أهداف، عليه هدف، حصل 6 نقاط، وهذه اللي ساعدت كثير. بعدها المباراتين الأخيرة هذه فوز 1 وخسارة 1، له 2 وعليه 2 النقاط 3، لذلك هو استفاد من الزاد النقاط اللي عنده اللي قبل البطولة. بالتأكيد أنك أنت لما بتجي تلعب قبل الجائحة معك ديجانيني، معك بلايلي، ومعك السومة، تفرق كثير لما تلعب، والأسلحة هذه النوعية تفقدها. واضح أن فلادان يعني جالس يلعب بالإمكانيات اللي عنده، لما تلاقي حسين عبد الغني يلعب محور، لما تلاقي لوكاس ليما لعب على الطرف اليمين، فيحاول يسوي توليفة تمشيه، إضافة إلى عدم جاهزية عمر السومة، عدم جاهزية المقهوي. هذه ظروف فنية قاعد يمر فيها الأهلي، هل يقدر يتجاوزها؟ أنت بتشوف. بالتأكيد أن المجموعة هذه ساعدت زي ما قلت لك 6 نقاط. المباراة هذه بالنسبة للتحصيل حاصل، فلادان نفس الحكاية جالس يجرب اللاعبين. تتمنى الأهلي في الدور 16 يبتعد أكثر برضه، يعني يوصل مراحل أبعد، ولكن أنا بالنسبة لي فنيا يفترض يكون واقعيا ويعذر نفسه، يعني دور 16 وصلها تراه ممتاز إنجاز، يعني إذا تعدى دور 16 أنا أعتقد أنه يعني فاق التوقعات اللي قاعدة تصير. الأهلي بالعكس جالس يقاتل في البطولة هذه رغم الظروف اللي موجودة عنده، وأتمنى يستمر المدرب أكثر وأكثر، ويجيبون برضو أجانب يساعدون المدرب على تكتيكه. أبو ناتالي، يعني هي المباراة تجهيز للاعبين كما تكلم المدرب بكل صراحة، يعني حتى في تصريحه بعد المباراة السابقة يتكلم أنه بيفكر بالموسم المقبل، وبعدين لمح أنه يعني بيحب يروح بآسيا أبعد ما يمكن. ظروف الأهلي ما بتساعد يتفائل كثير، هي مباراة تحضير لاعبين، ربما حتى ماركو مارين كمحترف الوقوف عليه. يعني نعرف أجواء الأهلي مش مناسبة كانت في الفترة الأخيرة، والأجواء هي أهم شيء في كرة القدم. بس يعني الآن هي مباراة بكرة مش حساباتها معقدة على الأهلي، هي مطلوب منه بس يحاول يحضر نفسه لدور 16، وبدور 16 يعني محتاج فعلا يظهر أقوى ما لديه، محتاج يظهر أفضل مبارياته فيها على أمل أنه يعدي وبعدين تتصلح الأمور لما بعد ذلك من أدوار. خلينا نحكي شغلة بصراحة، الأهلي في الفترة الأخيرة يعني أصبح بيئة غير حاضنة للمواهب اللي بتيجي محترفين أو حتى اللاعبين المحليين. يعني إحنا بيجيك لاعبين كويسين يعني، ما بس بالأخير النهاية غريبة، يعني النهاية اللي صارت مع بلايلي غريبة، مع سوزا غريبة، مع جانيني غريبة، باللاعب عم بيجي وعم بصير منافسة بين اللاعبين داخلية سلبية جدا ملموسة في أرض الملعب بدون ما نسمع عنها بالإعلام، وبعد شوي بتسمع لاعب بيطلع وبينتقد بشكل علني بشكل واضح، ونهايات غريبة، يعني نهايات ما كنا متعودين عليها بالفترة الأخيرة. لكن الأهلي محتاج يشتغل كثير بعيدا عن آسيا، يعني حتى يعني بهيك ظروف حتى لو جبت بطولة آسيا ومشاكلك موجودة حترجع المشاكل ترجع.
المهم جدا الموسم المقبل زي ما تكلم المدرب بصراحة إنه هو حيحاول يوصل بآسيا بعيد، بس كل همه يحضر شوية لاعبين للموسم المقبل، والواحد يكون واقعي مع أمنياتنا للأهلي يعني اللي كنا نتوقع له مطلع الموسم الماضي إنه ينافس لآخر أسبوع ربما على الدوري، لكن هذا الشيء ما صار. ماجد، شوف هو بعد العودة من الجائحة لعب مباراتين، واحدة متوسطة واحدة سيئة. بالنسبة لي لا أعتقد إنه هذا الفريق قادر على الوصول إلى أو حد يعني الدور ثمن النهائي. وجود إحنا لازم يعني من خلال منبر كرة أو أي منبر إعلامي لازم دائما نوجه رسائل. أنا أقول اليوم مثلا إدارة دكتور صفوان السويكت والمشرف على فريق كرة القدم عبد الرحمن الحلافي والمدرب الجميل والعظيم جدا من الناحية الفنية والفكرة الإداري الفني الكبير فيتوريا، اليوم نقول للأهلي هم قدموا لنا درسا في عملية التحضير إلى المشوار المهم في البطولة الآسيوية. أنت تدخل على نهاية موسم دوري محمد بن سلمان وعندك كاس ملك وعندك بطولة آسيوية، بصراحة قدموا لنا نموذج. اليوم نصر نستطيع أن نقول أن هناك نعم لما يتكلم الكابتن حاتم خيمي يقول سعيد السويلم شكرا حمد الله على ما قدم من خلال أنه قدم للكرة السعودية حمد الله مرابط، أيضا نقول اليوم النصر يقدم نصر جديد قادر على أنه يقهر أي فريق على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الآسيوي. ترى شوف وبوجود لما يغيب منك مرابط وهو عمود أساسي ويغيب منك حمد الله ويغيب أسماء كثيرة وتقدم نفسك أمام السد بهذا الشكل وبهذه المتعة، هذا عمل عظيم يجب أن يحتذى فيه. شوف بكل أمانة قل الهلال حافظ على مكتسباته اللي هي كانت في البطولة الآسيوية الماضية وفي الدوري والأسماء الموجودة إذا استثنينا رحيل رادوي، لكن الأهلي يسوى عشان عارف أن عنده معترك آسيوي تراجع، وزي ما قال أبو نايف قبل شوي أسماء كثيرة فقدتها. التعاون بالله وأنت تتغنى وتتغزل بهدف توامب، في أحد عنده فكر إداري أوكي يعرف أن عنده مستقبل على مستوى آسيا يستغني عن واحد زي هذا لمجرد أن اللاعب اشترط شروط معينة لتمديد العقد؟ فأنت إذا ما تقدر باختصار أختم فيها إذا ما تقدر تعد فريقك إلى معترك آسيا ويخلي لا تروح تشارك لمجرد المشاركة. معقولة التعاون يخسر بالستة من الشارقة؟ معقولة التعاون من 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 رجع إلى دوري أبطال آسيا وهو كان متصدر الآن صار الأخير؟ فأقول للأهلاويين ولجماعة التعاون تبغى اشتغل زي ما اشتغلوا النصراويين، كيف وهو على نهاية موسم كيف أعد فريقه إلى إحنا كلنا كإعلام وكمشجعين أبهرنا فريق النصر وأتوقع القادم أجمل وأحلى. فاصل قصير بعدهم معه. أهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، وصلنا للختام. محمد عواد احنا نشكرك لوجودك معنا في حلقة اليوم، نشوفك في حلقة قادمة. قبل ما أودعكم شباب، في أخبار قوية تقول أن النصر راح يدخل مباراة العين القادمة بتشكيلة من 9 إلى 10 لاعبين جدد، ما حيلعب يعني ما حيلعب بالفريق الأساسي تماما، حيريحهم كلهم فيتوريا. ايش رأيك؟ عطني بنك احتياط متميز وممتاز وعطني مدرب يعمل على مشروع بناء فريق. اي بس ممكن تكون في نتيجه عكسيه، بس يعني ممكن تخسر نتيجه كبيره بوجود اذا المباراه بالنسبه لك تحصيل حاصل كويس جميل جدا ان تمنح فرصه لبدلاء ممكن تكتشف خالد غنام اخر
ممكن تكتشف مع انه مو لاعب جديد صليهم اخر اسماء ممكن تكون يعني خير. انت مع هالكلام مع ضغط المباريات الجايه للنصر ريح عشرة طبعا. وشوف على فكره النصر افضل فريق الان جالس يتعامل بذكاء وبحذر. انت ترى كل كم 12 يوم لعب كم مباراه؟ خمس مباريات صح؟ حتلعب في 12 يوم خمس مباريات. احسن تخطيط وتكتيك لانك تمشي بالفريق القدام اللي قاعد يسويه في توريا. منايف مع هالكلام ولا لا؟ بالتاكيد جزء كبير معنا. انت لو تلاحظ النصر 11 و9 يعني ممكن يفقد الصداره. بس واضح انه مش فارق معاه من اللي بيقابله. ايوه هذه 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 نقطه مهمه. الشيء الثاني فعلا البطوله هذه ممكن تصير تجهيز مجموعه لاعبين حتى تقوي شخصيتهم ووقفتهم داخل الملعب كثير ولا تشوف انه طبيعي في مباراه شو. تحصيل حاصل واحسب ضغط المباريات الجايه. طيب شو فيتوريا العام داخل بلاعبين السنه دي منسقين من النصر وموصلهم دور 16 اثق فيه ثقه عمياء الرجل هذا. وعدونا غدا 11:30 في امان الله.